بعد مظاهرات الأحد وما قبلها تزداد حالة الاحتقان في مؤسسات الإعلام الرسمي يوما بعد يوم، وتتسع الاحتجاجات المنددة بالقرارات المخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية وشروط المهنة والمتعلقة بسوء الاختيار والتعيينات العشوائية وتسلق البعض على ظهور الكفاءات والخبرات كما يقولون. مدير عام يمارس اقصاءات وتهميش إحباط، يعني سياسات لا مسؤولة. المظاهرات التي يقودها أغلب العاملين في قطاع التلفزيون والإذاعة من مختلف التوجهات السياسية يؤكد معظمهم أنها حقوقية وتتعلق بما يصفونه بالقرارات التعسفية والمجحفة وتهميش قيادات إعلامية لها باع طويل في الإعلام الرسمي الهادف. دهوفوني يا أخي، أنا بالسن هذا العساكر دهوفوني، كانوا يضربوني. ما يصبرش الكلام هذا. تعنت الوزارة وقطاع التلفزيون حيال متطلبات العاملين واللجان النقابية والمتمثلة بكشف الفساد في قطاع التلفزيون ومعرفة المعايير المهنية والأخلاقية التي استندت إليها القرارات. أحد الموظفين تم إسعافه من المؤسسة بعد ما اعتدوا عليه الجنود وضربوه، وموجود الآن في العناية المركزة. يؤكد المحتجون أن الإعلام العام خرج عن مساره الوطني المحايد وأصبح يدار من الأحزاب، فيما الإعلام الأهلي أصبح مستهدفا من وزارة الإعلام وأجهزتها من خلال بث ونشر الكثير من الأخبار المحرضة على الكراهية وإقصاء الآخرين.